السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في القناة ترموميكس كويزين ماروكان. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة، غنديرو دجاج بالطنجية، يعني على الطريقة الطنجية في العوض. اللحم غندير انا في بلاصة الصوت دجاج في الترموميكس. عندي هنايا واحد دجاجة على كيلو ونص، يعني عبارت على كيلو ونص، غادي نديرها ترموميكس اللي غطيب لنا الطنجية بالدجاج ان شاء الله. غادي نحتاجو لها الطنجية ديال الدجاج، كمون، ملح، غادي نحتاجو كذلك السمن، زيت الزيتون، نصير هادي الحامضة وحدة مصيرة، وربعة ديال نصوصة ديال الثوم، وواحد نصدامة ديال زعفران شارة، حيت انا ما عنديش زعفران شارة. اللي الى كاين كيتوفر عندكم يعني تقدروا ديروه يكون احسن. على بركة الله غادي نحيد الكوفركل. ديجا انا يرى الكمون يلا طحنتو في الترموميكس، باقي نيت النكهة ديالو عندي في الترموميكس، ها هو باقي يلا عاد مطحون. ملي غادي ندير غادي نهز هاد الدجاجة وغادي نحطها بحال هكدا، يعني غادي تهاولو الموس ديال الترموميكس، غتجلسوها فيه يعني بحال هكدا. انا راه ما ربطت ليهاش رجيلاتها، من الاحسن الا ربطوهم مزيان. بون داكور، شنو غادي ندير؟ غادي نضيف معلقة ديال الكمون، غادي ندير نص معلقة ديال الملح لان ديجا عندي المصير، وغادي ندير السمن، يعني هادو كلهم غيكون فيهم الملحة، ومع تاني ديك النصدامة ديال زعفران شعرة. غادي نديرها بحال هكدا، غادي نضيف هاد نص حامضة كاملة، وهاد النصوصة ديال التومة غادي نضيفهم توما نيشان عليها، ومن بعد غادي ندير نص معلقة ديال السمن، حيت عندي شوية مجهد، يعني كاين اللي ما كيبغيش في الأكل ديالو يقدر ميديروش، يعني ماشي مشكل. غادي نضيف هاد المسائل، وهي راه كتجي هائله هاد الطنجيه بالدجاج، كتجي زوينه. غادي نضيف شويه ديال الكمون نزيدو، هي الطنجيه كتجي غزاله بالكمون. شي كما كتشوفوا، يعني ملي كنجلسوا الدجاجه كامله كتجلسيها في الموس ديال الترموميكس، كتبقى كطيب وهي كدور. ملي حتى الا بغيتي ديري الدجاج محمر يعني ديري حتى الطريقه هذه، ومن بعد حطيها في الفران وكتجي محمره، والتغميره كتكون كطيب معها اومين طون. كما كتشوفوا هذه هي الطنجيه ديالنا بالدجاج، بالصحه والراحه.